فيديو جديد. اليوم احنا من ردة فعل على أغنية عبد الوهاب الدكالي ما أنا إلا بشر. كتبتوا لي إياها تحت كتير في التعليقات وأنا راح أعمل عليها طبعا اليوم ردة فعل. بس قبل ما نعمل ردة الفعل حابة أحكي لكم طبعا شغلة يا جماعة، كتير بتبعتوا لي أسامي أغاني لعبد الوهاب الدكالي، لعبد الهادي الخياط، لنعيمة سميح، للأستاذ محمد الحياني، لكن أنا لما ما عملش ردة فعل على الأغاني هاي بسرعة معناها إن أنا ببحث عنها بدون حقوق طبع ونشر. أغلب الفيديوهات القديمة عليها حقوق طبع ونشر، فبالتالي ببحث لغاية لما ألاقي فيديو أغنية ما عليهاش حقوق طبع ونشر. طبعا في أنا نزلت للفنان عبد الوهاب الدكالي أغنية كان يا مكان وعليها حقوق طبع ونشر، ما فيش مشكلة يعني نزلتها على اليوتيوب، ولكن كثرة انه انا انزل فيديوهات عليها حقوق طبع ونشر هذا بيضر بالقناة. فبالتالي انا ببحث ان شاء الله حلاقي فيديو الاغاني، عفوا بضلنا اقول الفيديوهات، الاغاني ما عليهاش حقوق طبع ونشر في مواقع معينة، فبعمل عليها ان شاء الله ردة فعل، كلها هعمل عليها ردة فعل. يعني انا في اليوم هذا اللي اعمل ردة فعل على التراث والفن المغربي الرائع، فبالتالي التأخير طبعا التأخير له سبب. هلأ هنعمل ردة فعل على أغنية ما أنا إلا بشر لعبد الوهاب الدكالي. طبعا كاتب الأغنية أحمد الطيب العلج، وطبعا ملحن الأغنية عبد الوهاب الدكالي. بس أنا لما بحثت عن الأغنية كتبوا لي أنها غناء صباح 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 المطربة، ولا صباح يعني مغربية، مش مكتوب هون هي صباح لبنانية ولا صباح واحدة تانية، بس هو مكتوب غناء صباح. طبعا أنا هسمعها بصوت عبد الوهاب الدكالي لأني لازم أسمعها بصوت عبد الوهاب الدكالي، ما فيش مجال. خلينا نعمل ردة الفعل، يلا يلا. الجمهور فاعل جدا.
عاشق وطمع الصيد والسهر يا يا يعني بصحى يعني ما بنام لما عملت ردة الفعل في محراب القدس كان عبد الوهاب دوكالي بيغني بشفار عيني. كتبت اسمك، فأنا بصراحة فكرت شفار اللي هو الجفن، بس طلعت لا، لما المتابعين كتبوا لي التعليقات تحت فهمت منهم إنه شفار، وهي منطقية أكتر لرموش. شفار يعني اللي هي زي الشفرات، يعني رموش العين. في كمان شغلة كمان بدي أسألكم عنها، اللي هي إذا دويتي آية، قلنا إذا دويتي إذا حكيتي آية، وإذا سكتتي غاية، سكتتي غاية إذا سكتتي هذا بيكون لسبب. أنا هيك فهمتها، برضو اكتبوا لي إياها تحت في التعليقات. خلينا نكمل. شفار العيون
ايش لاحظته في الاغنيه هاي؟ اول شيء الفنان عبد الوهاب دوكالي جدا جدا متفاعل في الاغنيه جدا، والجمهور متفاعل اكثر. يمكن الجمهور متفاعل على هوا انه الاستاذ عبد الوهاب متفاعل، يعني مبسوط جدا عليه. تحياتنا للاستاذ الكبير والله يعطيه الصحه الاستاذ عبد الوهاب دوكالي، مبسوط جدا بالاغنيه عن جد جميلة. بس هذا كان فيديو اليوم، حطوا لنا لايك واشتركوا، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة روابط في صندوق الوصف، ودمتم بأمان الله ورعايته. سلام.